اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختمي للهيئة للعام المالي 2022-2023، حيث تخطى إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3.490 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 78%، وهو ما يعكس نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات من خلال تقديم خدمات تموين السفن وتعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها. أعلن وزير الزراعة السيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الإعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا أنه خلال أسبوعين تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار. وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن والحيوانات. شهد وزير التعليم العالي أيمن عاشور ختم فعالية أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا 13 بجامعة حلوان، والذي عقد خلال الفترة من 8 حتى 14 من سبتمبر الجاري برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتحت شعار الجمهورية الجديدة حلم وطن، والذي شهد مشاركة فعالة لعدد 3500 طالب وطالبة من 44 جامعة مصرية. كما أشاد عاشور بالجهود التي تم بذلها طوال فعالية أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها لدعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة. يعقد الحوار الوطني اليوم جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وذلك لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية. أعلن جهاز الإسعاف في ليبيا عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10000 مفقود و7000 مصاب على خلفية سيول ناجمة عن العاصفة دانيال، وتوقع رئيس بلدية دارنا عبد المنعم الغيثي بأن يرتفع عدد القتلى في المدينة إلى 20000، مشيرا إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن الأعمال جارية من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة. أعلنت روسيا إحباط هجمات شنتها القوات الأوكرانية استخدمت فيها الطائرات والزوارق المسيرة. على الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا إسقاط 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل في جنوب ووسط وشمال البلاد.